بلد اشتهرت فيه الزراعة، تربية المواشي والأسماك النهرية، بلاد الرافدين، مطبخ عربي عريق بامتياز. الشيف جوزيف اليوم رح يعلمنا أشهى الأطباق من المطبخ العراقي. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو محضرنا اليوم؟ اليوم المطبخ العراقي، مطبخ اكيد عربي قديم كثير، 10000 سنه قديم تقريبا. مزبوط. يعني في اشياء بتقول، كتابات ترجع 10000 سنه لورا بتقول انه كان في مطبخ عراقي. اليوم حنعمل كم طبق. حنعمل اول شيء شوربه بالكوسه، اما الزوكيني الايطاليه الكوسه الكبيره، مع سبانخ والرز. وحنعمل هلا كمان مع نفس الوقت معهم كبده المتبله، كبده غنم. هذا الشيء بيقول لنا انه بالمطبخ العراقي في كثير لحوم من خلال تواجد سهول خضراء للمرعى الحلو. فلذلك بتلاقي في عندهم غنايه بالمواشي والاكل اكيد بيرتكز على اللحوم اكثر بكثير من غير اشياء. اكيد الخضار موجوده بشكل كثير كبير، لانه في عندك ما تنسى نهرين بيقطعوا بالعراق، فلذلك في مي كثير، في وفره مي، ففي زراعه مضبوطه. حنبلش اول شيء ننقع الكبده اللي هي حتاخذ وقت. حناخذ جات ليه كبده غنم مش كبده عجل مثلا؟ الغنم اكثر يستهلك ببلاد مثل العراق اكثر من اكيد البقر يؤكل، بس الغنم مفضل لانه اول شيء تربيته اهين بكثير ولحمته بالاجمال انكه بكثير. وما ننسى قد ايه لها فوائد السوداء الكبده، يعني من ناحيه الدم مزبوط. اكيد والحديد. الاشخاص اللي عندهم فقر دم على طول بينصحون ياكلوا بالكبده. هلا حناخذ هاي الكبده، فيك تعمليها بشكلين. يا بتشكيها على السيخ كانك عم تعملي كباب، كاني عم شويها مثلا 100%، كاني عم شويها على الفحم. اما انا حعملها شرحات عريضه نشويها كمان نفس الشيء. نشويها على الجريل صح؟ اي اكيد هي اساسا نشويها على الفحم. اي اكيد ما معنا فحم. فحنشويها على الجريل. اكيد بطبيعه الحال كبده الغنم هي كبده فيها كثير دم، لذلك لازم على طول نريحها بالبراد قد ما فينا. قد ايه يعني ما نحطها بالبراد بس؟ يعني حتى اكيد على مصفايه مش بجاط مسكر، اما نعلقها تعليق خليها تفضي كل هالسوائل منها بتكون اهين بعدين حتى ما يطلع منها نحن عم نشويها سوائل اكثر. بتلاقي عند اللحامين معلقه تعليق. مزبوط مزبوط الكبده على طول معلقه تعليق. 100%. هي اول شرحه. هيدي اصول لانه نعملها سلايسز شرحه. لا تنعمل يا هيك يا كانه ما نعملها انه نشويها. 100%. مزبوط شيف، انا قريت انه من اكثر من 10000 سنه شافوا مثل ريسيبيز او 100% مكتوبه اوراق طبخ او مثل على الحجر مكتوب اشي عن الطبخ، اطباق كيف تنعمل. لانه ما ننسى انه من الممالك القديمه كثير قطع عليها كثير حضارات من ايام الاشوريه وحتى قبل لاخر شيء. اكثر شيء تطور المطبخ طبعا وابدع ايام النهضه الاسلاميه. صار في عندك كثير طبخ واجتهاد بالطبخ ووصفات جديده اكيد والى اخره. حنشيل هاي الشقفه. ما ننسى يعني عندك مجال كبير بالعراق او بالمطبخ العراقي انك تتفنن، لانه هن غنايا مثل ما قلت باللحوم بالخضار وبالاسماك النهريه. 100%. حناخذ هلا شوي 7 بهارات. اوكي. فاكيد كمان المطبخ العراقي من المطابخ العربيه اللي بحبوا البهارات. حناخذ شو مثلا؟ شو كل البهارات بيستعملوا كل البهارات اللي نحن بنعرفها، من حب هيل لكبش قرنفل يعني سبع بهارات. سبع بهارات اللي هي كمون وحتى الحار اكيد يستعمل. والمطبخ طبعاً اذا بتشوفيه هو كثير فاميليير للمطابخ البلاد الشام. اوكي مثل شو بنشوف؟ في المحاشي، في المشاوي، في الكباب، في البرغز، في الشيش برك، حتى بالحلو عندك الكنافه، عندك البقلاوه. لانه كمان ما ننسى انه عندها حدود مع تركيا كمان. فلذلك كمان في تاثر بالمطبخ التركي.